في مبادرة ذاتية لإحياء التراث الشعبي، نفذ شباب وفتيات منطقة الخداد في مديرية تبن بمحافظة لحج حملة لجمع الموروث القديم الذي ارتبط بالمنطقة من معدات وأدوات زراعية تحكي تفاصيل حياة الإنسان القديم منذ ولادته وحتى وفاته. كشباب احنا انا واخي عبد الله حيدر وثلاث بنات قمنا بهذا العمل وجمعنا التراث من كتاب القرية وعملنا روبورتاج، جمعنا صور قديمة عن القرية من الستينيات والسبعينيات وجمعنا، وإن شاء الله يعني في المستقبل بيكون أفضل إن شاء الله، نتمنى يكون على مستوى القرى، يكون بنجمع تراث القرى الباقي وإن شاء الله بيكون معنا حفل ثاني إن شاء الله. التراث الشعبي فهو يتكلم عن أرض الحسيني في الزمن القديم الذي كان يقوم به فتيان قرية الخداد وفتيات قرية الخداد بمجهود ذاتي، فكان العمل عمل رائع وعمل مثابر. جاءت فكرة جمع المقتنيات القديمة وحفظها بهدف تعريف الأجيال على حياة الآباء والأجداد وكيف استطاعوا بهذه الأشياء البسيطة التغلب على كل معوقات الحياة. قمنا بجمع موروث قرية الخداد وعدينا كتاب على القرية لكي ايش نظهر القرية بأحسن صورة، لأن قرية الخداد أرض تاريخ وأرض حضارة كانت منسية، وخلطنا الماضي بالحاضر لكي نعرف الناس أن قرية الخداد لها تاريخ ولها تراث ولها كأول قرية يعني دخلها القطار، ما في قرية من القرى هذه دخل فيها قطار، والغمندان كان المزارعين حق الغمندان كلهم الخداد. نشكرهم على هذه المبادرة المجتمعية المتميزة التي قاموا فيها بجمع التراث والموروثات الشعبية لهذه القرية أيام الزمن الجميل، وربطوا ما بين الماضي والحاضر وكيف كان الإنسان عايش في الزمن الجميل وكيف الإنسان هو الآن. قاموا بجمع العديد من التراث الذي كان في الزمن الجميل وقاموا بعرضه على الناس من أجل أن يشاهدوا كيف كانوا الناس في الماضي وكيف الناس في اليوم، كيف كانوا عايشين على الحياة البدائية البسيطة وكيف هم اليوم. الزير والكد والسلقة والمسرفة وأدوات الفخار كنوز ثمينة تمثل جزءاً من تاريخ المنطقة الثقافية الذي يعد شاهدا حيا على حقب زمنية متفاوتة. التراث القديم يعني مثل الدبية، الدبش اللبن مع الحقين، وأسماء الفاس والحجنة والقعبة والمسرفة والمشقب والفانوس وجميع الأشياء التراثية القديمة. هذا اليوم استطاع أبناء الخداد بجهود ذاتية تطوعية إقامة فعالية تراثية تتبنى التراث اليمني الأصيل، وخاصة في محافظة لحج وفي قرية الخداد بساتين الحسيني. هذه القرية التي كانت حاضرة أيام القومندان، أيام القناء اللحجي الأصيل، التراث الجميل الذي للأجيال أن تتغنى به وتفرح بما قدمه هذه الجيل السابق. تفاجأنا بهذه اللفتة الكريمة من أبنائنا وطلابنا، طلاب الزمن الجميل والذي هم يعتبر نجوم الزمن الجميل في هذا الوقت. لقد لفتوا إلينا لفتة كريمة بتكريم الإدارات المدرسية والمدرسين وكل رواد الثقافة والأدب في هذه المنطقة في الوقت الذي ضاع التراث فيه وتلاشت الأمور وتناست كل الأمور، فأصبحوا هما شعلة ونبراس لهذا المجتمع. كأن هؤلاء الشباب يسعون لإيجاد متحف مصغر لمنطقتهم يحاكي تاريخها وإنسانها عبر شواهد ملموسة، ويلاقون تفاعلات من قبل الجميع وإعجابا باهتمامهم بالموروث الشعبي الذي بات مقتصرا بإحيائه على المهرجانات والكرنفالات.